سلام، فيديو اليوم بدي أحكي عن قراءات هذا الشهر، فيلا خلونا نبدأ. بداية، هذا الشهر قرأت 6 كتب متنوعة ما بين سيرة ذاتية وقصص وكتب فكرية. تقريبا 5 من الكتب هم كتب مميزة وكثير استمتعت فيهم، فبتمنى تستمتعوا بالمراجعة زي ما أنا استمتعت بالكتب. ويلا خلونا نبدأ. أول كتاب قرأته لهذا الشهر هو كتاب جدا معروف وحاس أني آخر حدا قرأه بالحياة، فهذا الكتاب هو كتاب اللامنتمي، دراسة تحليلية لأمراض البشر النفسية في القرن 20 لكولين ويلسون. اللي منكم بحب القراءة أكيد إلا ما يكون سمع بهذا الكتاب في يوم من الأيام حتى لو ما قرأه. والكتاب هو عبارة عن مجموعة من الفصول المتصلة والمتراكمة يلي بحلل فيها كولين ويلسون نفسية الإنسان يلي ما بينتمي لا لجماعة ولا لفكر ولا لمعتقد ولا لدين. فهذا الشخص اللامنتمي كيف ممكن يتعاطى مع البيئة اللي هو فيها والحياة والظروف والعالم والكون والوجود؟ بيدرس كولين ويلسون عدة نماذج من اللامنتميين وبيلاحظ أو بيراقب ردود أفعالهم بعد ما وصلوا لمرحلة اللا انتماء في البيئة اللي هم فيها. فرح نشوف لامنتميين زي دوستوفسكي أو فان جوخ، أو حكى عن لورنس العرب كمان. فهو بيمسك شخصيات بغض النظر شو المجال تبعها، بيعتبرها عندها خصائص الشخص اللامنتمي، وبيبلش يحلل شو الفروقات بينهم ومين فيهم هو اللي كان أكثر حكمة في التعاطي مع قضية اللا انتماء. وبنهاية الكتاب بيقترح كولين ويلسون زي تمهيد لحل لهدول الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المعضلة. الكتاب ما بيقدم إجابات بقدر ما بيطرح تساؤلات عن اللامنتمي وحالة اللا انتماء، فهاي ممكن تكون عيب إذا كان في قارئ عم بيقرأ الكتاب بحثاً عن إجابات. والإشي الثاني، كتاب بمجمله كل الفصول اللي فيه معتمد بشكل كبير على تحليل الأدب العالمي والغربي تحديدا. صراحة لما جيت أقرأ هذا الكتاب كنت متوقع إشي بعلم النفس أكثر، ولكن فعليا هي أقرب للدراسة النقدية للأدب والنقد والتحليل أكثر من أنها دراسة سايكولوجية. فهذا ممكن يكون إشي شوي محبط، ولكن على الصعيد الآخر أنا كثير استمتعت بالكتاب وحسيت أنه كان في كثير أفكار ملهمة. واحدة من الفقرات اللي كثير حبيتها أنا هلا راح أشارككم إياها: الإنسان مرتبط بكل شيء في حياته ويجب عليه أن يحرر نفسه من هذه الروابط، لأن الارتباط بالأشياء يفسح المجال لظهور ألف أنا في الإنسان. يجب على هذه الأنا الكثيرة أن تموت لكي تولد الأنا الكبيرة. هاي تقريبا أكثر فقرة حبيتها في الكتاب وحسيت أنها فكرة كثير حلوة وهيك فريدة، ولكن الكتاب مليان اقتباسات زي هيك وفقرات يعيب الكتاب أنه معتمد كثير على الأدب. فلو أنتوا مش قارئين كثير أدب يمكن تحسوا أول شيء أنكم مش متصلين تماما مع الإشي اللي عم يحكيه، وبنفس الوقت أنه هو عم يحرق كثير من القصص. فأنا مثلا هو حرق علي قصة الأخوة كارامازوف لما كان بيحلل في نفسية دوستوفسكي، فلذلك لا أنصح به للمبتدئين، ولكن كان وجبة شهية. وللتنويه أنا بحس إنه هذا الكتاب ماخذ أكبر من حق، يعني هذا الكتاب مو لكل حدا، وعادي لو إنك ما قرأته كقارئ، يعني مش راح يلزمك كثير إلا إذا كنت معني بهذا النوع من الإشكالات الانتماء واللا انتماء والأشياء الفكرية هاي. ويلا نروح للكتاب اللي بعده. بعد هيك قرأت كتاب تقنيات الكتابة لمجموعة مؤلفين وصادر عن دار الحوار. هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المقالات أو المقابلات اللي أجريت مع عدة كتاب غربيين بيتكلموا فيه عن تقنياتهم في الكتابة الإبداعية بشكل عام. هذا الكتاب هو واحدة من أحلى الأشياء اللي قرأتها هذا الشهر، وعن جد عن جد عن جد استمتعت فيه كثير واستفدت منه كثير، لأنه زي ما بيوعدك العنوان بأنه رح تتعلم تقنيات للكتابة، أنت عن جد رح تطلع من الكتاب وأنت بتعلم تقنيات تكنيكس تقدر تستخدمها في كتابتك للقصص للمقالات للمحتوى. فإشي كثير 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 جميل إذا أنتوا ناس مهتمين بالكتابة. وحلاوة الكتاب إنه هو مش كثير طويل، فيمكن كان 120-150 صفحة بهالحدود، فكتاب خفيف على النفس. لو برجع فيه الوقت ممكن أقرأ هذا الكتاب بلغته الأصلية لو كان بالإنجليزي، لأنه حسيت في بعض التقنيات ما كانت مفهومة وهي مصوغة باللغة العربية، فيمكن لو قرأتها بالإنجليزي أفهم أكثر شو قصد الكاتب فيها. فهاي الشغلة الوحيدة اللي ممكن أعلق عليها بالكتاب. الكتاب جدا رائع، وجد إذا حدا بيحب الكتابة بنصحكم فيه. وهلأ بنيجي للسيرة الذاتية اللي كثير حبيتها وغرمت فيها فعليا هذا الشهر، ألا وهي عرق الضفدع، ما يشبه سيرة ذاتية لأكيرا كوروساوا. أكيرا كوروساوا هو أشهر مخرج ياباني في السينما اليابانية ككل، وبهذا الكتاب بيحكي عن سيرته الذاتية من طفولته لحديت ما دخل عالم السينما والإخراج والإنتاج. فهذا الكتاب بالنسبة لشخص بيحب السينما هو عبارة عن
يعني كنز فعليا. كثير كثير استمتعت فيه. الكتاب صادر عن دار المتوسط والترجمة تبعته لطيفة، ولكن يمكن ما أنصح فيه إلا الأشخاص المهتمين بالسينما، لسبب أنه في نسبة منيحة من الكتاب بتتناول الأفلام اللي اشتغل عليها كوروساوا، وفيلم فيلم شو صار معه فيهم وشو كانت خلف الكواليس لهم. فإذا أنت مش مهتم بهدول الأفلام يمكن ما تستمتع بهاي الأجزاء، بس شخصيا كثير حبيت هالكتاب وكثير استمتعت فيه وكثير استفدت منه وتعلمت منه درسين. إذا بدك تصير مخرج لازم تتعلم كتابة سيناريو، لازم تتعلم مونتاج، بعدين روح لعالم الإخراج براحتك. وحمسني أكثر صراحة لصنعة السينما هيك والانخراط فيها. وبعد هيك قرأت مجموعتين قصصيات واللي كانوا تجربة كثير فريدة. هدول المجموعتين هما أسرار ساعة الرمل وطيور عمان تحلق منخفضة، والمجموعتين لنفس الكاتب اللي هو إلياس فركوح. أغلب النصوص اللي في طيور عمان هي من فترة السبعينات وبداية السبعينات، أما أسرار ساعة الرمل فمعظم النصوص اللي فيها أو كل النصوص اللي فيها هي من الثمانينات ونهاية الثمانينات. فخلينا نحكي أنه في فاصل زمني كبير بين هدول المجموعتين، وهذا انعكس على أسلوب الكاتب ومدى احترافيته. فأنا حبيت أسرار ساعة الرمل أكثر بكثير، في حين طيور عمان تحلق منخفضة يمكن ما حبيت منها إلا نص أو نصين. القصص اللي في مجموعة طيور عمان معظمها بتحكي عن السياسة والفقر والحروب والمهمشين، وهذا النوع من الثيمات يلي بيعكس توجه الكاتب اليساري، وبيعكس كمان حالة من الاضطراب السياسي اللي كان يعيشها الكاتب. في حين في أسرار ساعة الرمل بنلاقي إنه معظم القصص مكتوبة بأسلوب واقعي سوريالي، عم نشوف كيف الخيال دخل أكثر على الخط، وصارت نصوص إلياس بتميل للخيال أكثر من الواقع. بمجموعة طيور عمان تحلق منخفضة حبيت تقريبا قصة واحدة اسمها موت مطيع عبد الواحد، واللي بتحكي قصة شخص مصري اسمه مطيع عبد الواحد بيسافر من مصر لعمان على أمل أنه يدبر لقمة العيش، ولكن في النهاية تنتهي حياته بموت مأساوي يعكس مدى بساطة الأحلام والآمال تبعت الأشخاص المهمشين بمجتمعاتنا. فهاي كانت قصة عن جد كثير حبيتها. أما بأسرار ساعة الرمل فصعب أني أفاضل، لأنه صدقا مليانة قصص حلوة، ولكن لو كان لازم أختار من هاي المجموعة فرح أختار ثلاث أو أربع قصص، خليهم ثلاثة عشان ما أكثر. القصة الأولى بعنوان أسرار ساعة الرمل، وهو نفس عنوان المجموعة، واللي بتحكي عن كاتب بيستخدم ساعة الرمل لتوقيت كتاباته، ولكنه يتعرض للاختطاف أثناء كتابته لأحد النصوص. فرح نشوف جمالية اختلاط الواقع بالخيال في هاي القصة. أما القصتين الثانيات اللي كثير حبيتهم بهاي المجموعة هما الدم الأول وسندريلا. في قصة الدم الأول يعيد إلياس فركوح صياغة قصة قابيل وهابيل بطريقة جديدة ومختلفة، فهذا الإشي كثير خلاني أحس أنه يا الله شو الإبداع، فاهمين؟ والقصة الثانية واللي هي بثيمة مشابهة وعشان هيك هم محطوطين بقسم واحد في هذا الكتاب، ألا وهي قصة سندريلا، ويلي بيدمج فيها إلياس بين قصة سندريلا القصة العالمية اللي كلنا بنعرفها وقصة الشاطر حسن القصة اللي من التراث العربي الإسلامي. فكيف خطرت له إنه يدمج هدول الشغلتين مع بعض؟ عن جد ما بعرف. كثير 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 كانوا هالنصين حلوين، وإجمالا هاي مجموعة تستحق القراءة وممتعة وخفيفة وبسيطة وسهلة وقصيرة ورهيبة. إشي كثير خلاني أستمتع كمان ب هاي المجموعة اللي هو الرسومات يلي في الكتاب. ففعليا بهذا الكتاب في مع كل قصة رسمة مرفقة معها، كلياتها من أعمال الفنان عبد الرؤوف شمعون. طلعوا، أنا كثير حبيت هاي الرسمة. فهاي المجموعة يا جماعة كثير حلوة وممكن أنصح فيها غيري، ولكن طيور عمان تحلق منخفضة أنا صراحة ما استمتعت فيها وما حسيت أنها كثير تستحق القراءة. بس الإشي اللي حبيته أنه لما قرأتهم جنب بعض قدرت أشوف كيف إلياس تطور خلال هدول العشرة أو العشرين سنة ما بين طيور عمان وأسرار ساعة الرمل، فتعلمت شغلات زيادة عن قلمه ككاتب، كيف تطور وكيف اشتغل عليه وشو التقنيات اللي اتعلمها في هدول السنوات. كانت تجربة لطيفة. وروح لبعده. آخر كتاب لهذا الشهر كتاب فن الإصغاء لإريك فروم. إريك فروم هو أحد أعلام مدرسة التحليل النفسي، وبهذا الكتاب بيحكي عن فكرة الاستماع والإصغاء تحديداً في العلاج النفسي. يعني لما نكون في العيادة النفسية كطبيب أو كمعالج وفي قدامك مريض، كيف لازم تسمع له
لحتى تقدر تساعده انه يخلص من المشكلة النفسية اللي هو عم يعانيها. والحلو بالكتاب انه كمان بيقدم نصائح كيف تسمع حالك بحالك كشخص، مش بس انه كيف تسمع الاخرين، ولكن كمان كيف تقعد مع نفسك وتنصت لنفسك وللا وعيك ولا شعورك، بحيث تساعد حالك انك تخلص من المشاكل اللي بتواجهك بحياتك. فهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات يلي ألقاها إريك فروم، وهذا الشيء أثر نوعا ما انه الكتاب ما كان متماسك بالشكل المطلوب. يعني بلحظات معينة كنت أحس انه شوي مفكك، او انه شوي في تقاطعات بين المقالات، انه هاي الشغلة انذكرت قبل هيك فليش عم يرجع يحكيها. لكن إجمالا أنا كثير استفدت من هذا الكتاب وكثير استمتعت فيه. يمكن الترجمة اللي أنا قرأتها مش أفضل ترجمة، هي ترجمة الدكتور محمود منقذ الهاشمي، ترجمة ما عليها غبار، ما فيها أي أخطاء ولكنها ركيكة بعض الشيء. فعلى سبيل المثال دائما كان يكرر لما يكتب الجملة يكتب الاستماع مثلا إليه أو إليها، ثم الإصغاء إليه أو إليها، والذهاب عنده أو عندها. فإنه باللغة العربية احنا ما في داعي نضل نذكر الضمير تبع المذكر والمؤنث، لان الضمير المذكر بيغطي او بيشمل الاثنين. فهاي كانت واحدة من الاشياء اللي عكست لي انه يمكن المترجم هو مش كثير متخصص او قوي في اللغة العربية، ولكن يبدو لي انه هو مختص في علم النفس، لانه قدمته للكتاب كانت صراحة كانت تمهيد جيد للكتاب بطريقة طبية وعلمية جيدة، ولكن ترجمته نفسها كانت محتاجة لإيجاز اكثر وبلاغة اكثر ويعني اختصار اكثر. بالعموم كتاب مفيد وممتع وخفيف، وما رح أقول إنه سهل ولا إنه صعب، ولكن قبل ما تقرأوا هذا الكتاب ضروري يكون عندكم اطلاع على الأقل على نظرية فرويد، لأنه فروم بكثير من أفكاره بهذا الكتاب فعلياً عم يحكي الفكرة اللي هي عبارة عن نقد لأفكار اللي قبله سواء كانوا فرويد أو يونغ. فمهم جداً أنكم تكونوا مطلعين على أفكار مدرسة التحليل النفسي إجمالاً قبل ما تقرأوا هذا الكتاب عشان تقدروا عن جد أنه تستفيدوا منه بأكبر قدر. وأنا كثير استمتعت فيه، استمتعت بكتب هذا الشهر، استمتعت بهاي المراجعة، فبتمنى تكونوا أنتوا كمان زيي. واكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين أعمل مراجعة كل شهر للكتب الشهرية اللي بقرأها كل شهر بلا بلا بلا. وأخيراً وليس آخراً شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.